أحبتي الطلبة، أهلا وسهلا بكم في سلسلة تعليمية جديدة من دروس لغتنا الجميلة للصف الرابع الأساسي مع مهارة الاستماع لنص الثوب الفلسطيني المطرز للدرس الثاني الكوفية. أعزائي، يتوقع منكم بعد الانتهاء من هذا الدرس أن تكونوا قادرين على الاستماع إلى النص بانتباه وتفاعل. أحبائي، نراجع معا آداب الاستماع. أولا، الانتباه والتفاعل مع النص. ثانيا، النظر إلى المتحدث. ثالثا، التزام الهدوء. رابعا، الاستئذان قبل الحديث. خامسا، الجلوس جلسة سليمة. أحبائي، نستمع ثم نجيب. للكوفي يعلوا دولح فيها، غني عتابة ومجانة وسامر فيها. عند الحق نخلي العالي واطيها، عند الحق نخلي العالي واطيها. ما الرمز الفلسطيني الذي ورد في الأغنية؟ الكوفية الفلسطينية. ما اسم المغني؟ محمد عساف. والآن هيا نستمع. ستين هتوب شارعته من طرز وزاد جنبه رود وسداد، من حوالي سبع اسبابا ستين هتوب شارع. يا ستي توبك محلى تسلم باللي سوا، يا ستي توبك محلى تسلم النساء الفلسطينيات. ترتدي النساء الفلسطينيات الثوب الفلسطيني. الثوب الفلسطيني المطرز. لبست جداتنا وأمهاتنا أثوابا مطرزة بالحرير، طرزنه بأيديهن لينسجم مع عاداتنا في اللباس المحتشم من جهة، ويمثل بجماليته عنصراً أصيلاً من عناصر تراثنا من جهة أخرى. والثوب الفلسطيني متنوع، وكل منطقة لها ثوبها، وكل ثوب له جماله، ويكمن جماله في دقة تفصيله، وفي تناسق ألوانه، وفي أشكاله الرائعة التي رسمت فيه بخيوط متعددة الألوان. ما أجمل أن نرى النساء والفتيات يلبسن الثوب الفلسطيني، يتزين به في المناسبات الاجتماعية والوطنية. وما أجمل أن نرى الصغيرات يلبسن هذا الثوب وهن ينتظمن في الدبكة الشعبية. هذا الثوب يذكرنا بماضينا العريق وتراث أجدادنا الرائع، وعلينا أن نحافظ عليه، فهو يعكس سحر تراثنا وجماله. إذن بعد أن استمعنا إلى النص، أريد أن أطرح عليكم السؤال الآتي: بما كان الثوب الفلسطيني يطرز؟ كان الثوب الفلسطيني يطرز بالحرير.
أحبائي لنستمع إلى النص مرة ثانية. الثوب الفلسطيني المطرز. لبست جداتنا وأمهاتنا أثواباً مطرزة بالحرير، طرزنه بأيديهن لينسجم مع عاداتنا في اللباس المحتشم من جهة، ويمثل بجماليته عنصراً أصيلاً من عناصر تراثنا من جهة أخرى. والثوب الفلسطيني متنوع، وكل منطقة لها ثوبها، وكل ثوب له جماله، ويكمن جماله في دقة تفصيله، وفي تناسق ألوانه، وفي أشكاله الرائعة التي رسمت فيه بخيوط متعددة الألوان. ما أجمل أن نرى النساء والفتيات يلبسن الثوب الفلسطيني، يتزين به في المناسبات الاجتماعية والوطنية. وما أجمل أن نرى الصغيرات يلبسن هذا الثوب وهن ينتظمن في الدبكة الشعبية. هذا الثوب يذكرنا بماضينا العريق وتراث أجدادنا الرائع، وعلينا أن نحافظ عليه، فهو يعكس سحر تراثنا وجماله. إذن بعد الاستماع إلى النص مرة ثانية، أريد منكم الإجابة شفوياً عن الأسئلة الآتية: طرزت جداتنا وأمهاتنا أثوابهن بأيديهن لهدفين، نذكر واحداً منهما. لينسجم مع عاداتنا في اللباس المحتشم. فيما يكمن جمال الثوب الفلسطيني المطرز؟ يكمن جماله في دقة تفصيله، وفي تناسق ألوانه، وفي أشكاله الرائعة التي رسمت بخيوط متعددة الألوان. بما يذكرنا الثوب الفلسطيني المطرز؟ يذكرنا بماضينا العريق وتراث أجدادنا الرائع. لماذا يتوجب علينا أن نحافظ على الثوب الفلسطيني المطرز؟ يتوجب علينا أن نحافظ على الثوب الفلسطيني المطرز لأنه يعكس سحر تراثنا وجماله. أحبائي، نضع عنواناً آخر للنص. العنوان المقترح هو تراثنا الشعبي. نضع إشارة صح تحت الصورة التي وردت في النص. الثوب الفلسطيني، الكوفية، طبلة. نعم، الثوب الفلسطيني. والآن أحبائي، هيا نصفق للكلمة التي وردت في النص. القنباز، الثوب، الثوب. الكبيرات، الصغيرات، الصغيرات. النساء، الرجال، النساء. أحبائي، تناولنا في هذا الدرس: الثوب الفلسطيني المطرز يمثل عنصراً أصيلاً من عناصر تراثنا الجميل والمحبب لنساء فلسطين. أحبائي، تعلمنا في هذا الدرس: المحافظة على تراثنا كالثوب الفلسطيني المطرز الذي يذكرنا بماضينا العريق وتراث أجدادنا الرائع. والآن ننتقل إلى فقرة تقييم الأداء. أضع إشارة صح تحت الشكل الذي يعبر عن أدائي. أستمع إلى النص بانتباه. أجيب عن أسئلة النص شفوية. أستنتج الفكرة العامة من النص. أحبائي، سأكلفكم بالمهمة الآتية: نجمع صوراً لملابس تراثية فلسطينية ونلصقها في دفاترنا. إلى هنا ينتهي درسنا. مع السلامة.